فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث عاد الحديث عن الإسلاموفوبيا مجددا بعد تفجيرات العاصمة الفرنسية باريس الأخيرة، ونقصد بالإسلاموفوبيا هو الخوف من الإسلام، ليتجدد ظهور ذلك الشبح الذي كلما وقع حادث إرهابي كبير بدول أوروبية تشير إليه أصابع الجميع ليدفع وحدهم مسلمو أوروبا الثمن. دعونا نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سيكون النقاش حول الإسلاموفوبيا. بعد العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 من سبتمبر عام 2001، برزت ظاهرة الإسلاموفوبيا وما يرافقها من تحامل على الإسلام والمسلمين في البلدان الغربية. ويعرف الخبراء ظاهرة الإسلاموفوبيا بأنها الخوف المرضي من المسلمين لدى الشعوب الغربية، والتي تجعلهم يصفون المسلمين والعرب بأنهم إرهابيون يجب الحذر منهم، ويصبح هذا الخوف مبررا للكثير من حوادث الاعتداء على المسلمين ودور عباداتهم، فضلا عن التضييق المبالغ فيه عليهم من قبل شعوب وحكومات تلك الدول. وبعد الاعتداءات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش في العاصمة الفرنسية وضاحية سان دوني الباريسية يوم 13 من شهر نوفمبر الفائت، كان مسلمو فرنسا يتوقعون أن يتزايد عدد الأعمال والتصرفات والممارسات العنصرية التي تطال الجالية الإسلامية، التي يصل عدد أفرادها في فرنسا إلى 5 ملايين مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا تمثل نحو 8% من السكان. ويبقى التساؤل مطروحا، هل ظاهرة الإسلاموفوبيا امتداد لميراث وصراع تاريخي مستمر، أم هي فعلا تصرفات من بعض أبناء جلدتنا يفعلون تلك التصرفات فيثيرون الغرب علينا؟ للحديث عن هذا الملف ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي الدكتورة مها عقيل. دكتورة مساك الله بالخير وشكرا لك لتواجدك معنا. بداية لنسأل سؤال عام، لماذا يعود ملف الإسلاموفوبيا بعد كل اعتداء إرهابي يطال الغرب؟ هل هي سياسة أو أن قد تكون استراتيجيات ممنهجة مسبقا تستغل مثل هالحوادث حتى تضيق على المسلمين في البلاد الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أستاذ خالد، شكرا على استضافتي في هذا البرنامج. بالنسبة لموضوع الإسلاموفوبيا، يتم الربط دائما بين العمليات الإرهابية التي تحصل في الدول الأوروبية والإسلام بسبب ما يدعي هذه الجماعات الإرهابية من أن تنسب نفسها إلى الإسلام، وأن هذه الأعمال هي بناء على تعليمات وآيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث التي طبعا غير صحيح، هي تأخذها خارج السياق وتفسرها بطريقة طبعا خاطئة جدا. نحن لا نلوم إذا كان الغرب يعتقد خطأ أن هذا هو ما يقوله الإسلام، لأن إحنا يقع علينا المسؤولية أن نصحح أن نوضح حقيقة الإسلام. نعم. في نفس الوقت أن ننفي ما يقوم به هذه وندين ما يقوم به هؤلاء المجرمون الذين طبعا لا يمثلون الإسلام، ونؤكد على هذا الموضوع أن هم لا يمثلون الإسلام والمسلمين ولا يتحدثون باسم الإسلام والمسلمين، وإنما هم أهدافهم سياسية بالأساس، لهم أجندة ليس لها علاقة بالإسلام، وهذا هو واجبنا. طيب دكتورة، لنأخذ حالة يعني محددة، تفجيرات باريس الأخيرة، يعني كيف تشوفين ردة فعل الإعلام الغربي بعد هذه التفجيرات؟ كيف يمكن الرأي العام الغربي وبالتحديد يمكن في فرنسا وتعاملهم مع المسلمين بعد هذه الحادثة؟ ردة الفعل أعتقد تباينت، فبعض وسائل الإعلام كانت مسؤولة إلى حد ما، و
محاوله ان تبرز وجهه النظر الاخرى، والذي هي ان هؤلاء المجرمون أشخاص يتصرفون بناء على تعليمات لجماعات إرهابية ولا ينتمون إلى الجاليات المسلمة المسالمة التي تعيش منذ زمن طويل في الغرب بسلام وتنصاع إلى القوانين والنظم المحلية. فبالتالي يعني نعم يعني انا يهمني دكتوره عفوا يعني لما نتكلم عن الاسلاموفوبيا ونظره الاسلام يعني الغربيين على وجه التحديد للاسلام، ومحاوله البعض يمكن بعض وسائل الاعلام ربط الارهاب بالاسلام ومحاوله تشويه الصوره الذهنيه او سمعه يعني الاسلام استغلالا لهذه الحوادث، هذا الموضوع وهذا الملف كيف يعني قد تستغله بعض مثلا المنظمات اللي قد تحارب الاسلام؟ هل الحكومات يعني الغربيه تتعامل مع هالملف باي طريقه؟ يعني هل هي مثلا لا تفصل الارهاب عن الاسلام، ولا احيانا قد تكون هناك دور سلبي احيانا لبعض الحكومات؟ دعنا نوضح أن هناك بعض المؤسسات الإعلامية وبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تستغل مثل هذه الأحداث لتستمر في عرض أجندتها التي هي ضد الإسلام والمسلمين ولإقصاء وتهميش المسلمين، إلى حد أنه نبذهم ومنع بعضهم، بعض السياسيين أصدروا تصريحات مثلا منع مزيد من اللاجئين الدخول إلى أوروبا، يعني استغلالا لمثل هذه الأحداث. إذا هناك جهات معنية، جهات يهمها أن تستمر في هذه الأجندة، في طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة، أن تربط الإسلام بالإرهاب، وذلك لأجندتها الخاصة. أما على المستوى الحكومات، فنحن كمنظمة التعاون الإسلامي على تواصل وعلى اتصال بكثير من الحكومات الغربية في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، ونضع استراتيجيات وبرامج لكيفية مواجهة هذا الخطاب المتطرف الذي يحرض على الكراهية وعلى العنف ضد الإسلام والمسلمين. فكما شاهدنا وسمعنا من كثير من تصريحات الرؤساء وكثير من المسؤولين يؤكدون دائما أن هؤلاء جماعات إرهابية لا تمثل الإسلام والمسلمين، ولا يجب أن نعمم وأن نربط بين أفعال قلة لا تمثل المسلمين والجاليات المسلمة في الغرب، ونلجأ إلى العنف والكراهية ضدهم. لكن مع ذلك للأسف يعني بعض وسائل الإعلام لا من باب يمكن يعني لإظهار المزيد للإسلام والمسلمين، وأيضا ذلك بسبب أجندتها، تسلط الضوء أكثر على الجماعات الإرهابية وعلى المسمى مثلا الدولة الإسلامية. وإحنا يجب أن نبتعد عن هذه التسمية، لأن كل ما سميناهم بهذا الاسم كأننا نؤكد أنهم فعلا دولة إسلامية، وهذا طبعا غير صحيح. طيب دكتورة، أنا أكلمك بحكم انتمائك وجهودكم كذلك في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الإسلاموفوبيا، يعني يدعوني هذا لتساؤل، برأيك ما هي أهم الوسائل والخطوات اللي ينبغي للمسلمين سواء هنا في مجتمعاتنا أو المسلمين المتعايشين داخل المجتمعات الغربية، الوسائل اللي يجب أن يقوموا بها حتى يغيروا من الصورة الذهنية في الذهن الغربي عن الإسلام؟ بالنسبة للمنظمة نحن نقوم بعدة خطوات. أولها احنا لدينا مرصد للإسلاموفوبيا، ويقوم بتقارير شهرية وسنوية حول الإسلاموفوبيا وظاهرة الإسلاموفوبيا وتزايدها والأسباب المؤدية إلى ذلك وكيفية معالجتها. طبعا الأسباب يعني كثيرة، منها سوء فهم الإسلام
الجهل به بمعنى ذا، وأيضا بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين في بعض الدول، والتي يتم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لجذب هؤلاء الشباب المسلم الذي غالبا ما يكون عاطل مثلا. وبالمناسبة يعني مفهومه وفهمه للإسلام اكتشفنا أنه ضحل جدا، لا يفقه الكثير في الإسلام، فبالتالي يسهل جدا استغلالهم وتشويش أفكارهم للقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية. فمن ناحية نحن نقوم أيضا ببعض البرامج للتوعية بما هو الإسلام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول في الغرب وبعض الجمعيات الإسلامية والجاليات المسلمة في الغرب. وهنا دور الإعلام مهم جدا، وهو إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وأيضا الجاليات المسلمة التي عاشت عبر زمن طويل في الغرب بدون مشاكل، وأن هذه ظاهرة جديدة بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، مثلا عدم الاستقرار والأمن في سوريا والعراق، والتي أصبحت بؤر مناسبة لوجود هذه الجماعات الإرهابية، والتي تستغل وجودها هناك لنشر الأفكار والخطاب الكراهية. طيب دكتورة، بعد أحداث باريس ممكن شفنا بعض القصص اللي كانت لبعض المسلمين هناك، حتى بس يعني يوضحون للناس في الغرب على وجه التحديد يعني إيش هي سماحة الإسلام ويعني ومبدأ التعايش الموجود عند المسلمين. يعني مثلا من القصص اللي سمعناها اللي حط أحد المسلمين اللي وضع لافتة وأغمض عينيه وقال أنا مسلم وأثق فيك، هل تثق فيني؟ إذا أحضني. وشفنا يمكن تفاعل ردود الأفعال حول هالمبادرة اللي كانت من شخص. هذا يدعون تسأل أنه أهمية وجود مبادرات فيها تسامح، وتوضح بعد كيف سماحة الإسلام، وكيف أن الإسلام هو دين اليسر ودين السماحة، دين التعايش، دين السلام. فكيف يمكن نتبنى مثل هالمبادرات أو نخلقها، سواء يعني بجهود مؤسسية نستطيع من خلالها فعلا أن نوصل رسالة الإسلام الحقيقية؟ نعم، هناك الكثير من المبادرات للحوار ما بين مثلا المسلمين والمسيحيين وبين الجاليات المختلفة في الغرب للتعريف أكثر بالإسلام وسماحة الإسلام. يعني هذه من الخطوات التي وجدنا أنها عملية جدا ومفيدة، لأنه عندما تعرف شخص ما وتتحدث معه مباشرة يصعب عليك أن تكرهه أو أن تعتقد أنه سيؤذيك. فمبادرات الحوار بعضها مثلا تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وأيضا مركز الملك عبدالله في فيينا للحوار بين الأديان. هناك كثير من النشاطات والمبادرات تحت مبادرات الحوار بين الأديان والثقافات والتعريف أكثر بالإسلام، وأيضا استخدام الإعلام وخاصة الإعلام الحديث عبر الإنترنت. نجد للأسف الكثير من بعض هؤلاء الجهات التي تقوم بحملات إعلامية لتشويه صورة الإسلام تستغل الإنترنت في ذلك، نشر بعض الصور والأفلام والمقاطع التي طبعا ينسبوها إلى الإسلام. طيب دكتورة، هذا يدعوني التساؤل عن دور الإعلام، يعني الإعلام في الدول الإسلامية اللي يقوم فيه حتى فعلا يواجه مثل هالحملة الإعلامية المغرضة اللي تحاول أن يعني تشوه صورة الإسلام أو تلصق الإرهاب مثلا بالإسلام، فما الدور المؤمل على وسائل الإعلام؟ كما قلت، الإعلام له دور مهم وأساسي في هذا الموضوع، وأعتقد أنه يعني رأيي شخصيا أن الإعلام في الدول العربية لم يقم
بالدور المطلوب منه بالشكل المطلوب. ما زال النقاش حول الإسلام بيننا، ولا نحاول أن نخاطب الغرب بلغته بأسلوبه الذي يفهمه والمناسب له. شكرا لك دكتورة مها عقيل، مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي. شكرا لك لتلبية الدعوة ولحضورك معنا من استديوهاتنا في جدة. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم، ابقوا معنا.